نمتلئ من جود الرب معنا. نمتلئ من عظمة الرب. كم هو عظيم. وتبدد كل مخاوف في اسم الرب يسوع. تبدد كل مخاوف في اسم الرب يسوع. كل من عاش حبيسا للخوف لأوقات طويلة الآن حرية من الخوف في اسم الرب يسوع. جود الرب يبدد الخوف. عظمة إلهي تبدد الخوف. لا خوف في المحبة. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج. نعم انفكي من الخوف. نعم هللويا. انفكي من الخوف في هذه اللحظات. لأن إلهك معك. لأن إلهك معك. لا يكون للخوف سلطان علينا. ارفع ايدك عالي. هاليلويا. لا يكون للخوف من الوحدة سلطان علينا. لا يكون للخوف على الأسر وعلى العائلات سلطان علينا في اسم الرب يسوع. لا يكون للخوف من الأمور القديمة سلطان علينا. حرية في اسم الرب يسوع. هاليلويا. حرية في اسم الرب يسوع. حرية من قيود الخوف. حب الرب يشفي. حب الرب يحرر. حب الرب يطلق الأسرى أحرارا. حب الرب. هللويا. ارفع ايدك الاثنين عالي. قول له تعالى حاوطني بحبك في هذه اللحظات. يطير لكنني لن أخاف تحت ظل جناحيك. تحت ظلي. تحت ظلي. تحت ظل جناحيك. تحت ظل. تحت ظلي.
حيث توقفنا الاجتماع اللي فات. رسالة أفسس صح 2 نفسي ارفع ايدك كده في هذه اللحظات وقول لرب اشكرك لانك تكسر دوائر خوف في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي. هاليلويا. يا رب اشكرك لانك تكسر دوائر خوف في هذا الاجتماع في اسم الرب يسوع. تكسر دوائر خوف. هاليلويا في هذا الاجتماع. هاليلويا. رسالة أفسس هاخد آيات من أصحاح 2 وأصحاح 3. أصحاح 2 وعدد 19. بس قبل ما أقرأ هذه الكلمات عايز أشاركك باللي جوايا فيما يتعلق بكسر دوائر الخوف. لأن أشعر أن الرب عايز يعمل أمر مميز النهاردة وفي هذه الأيام، الأيام اللي فاتت والأيام اللي جاية، في كسر دوائر الخوف. ليست مشيئة الرب أن تحيا وساكن في داخلك خوف مكتوم بيطلع في مرات في مواقف معينة. ليست مشيئة الرب. لا تخف. عارفين يقولك كده الناس اللي تحب تعد في الكتاب المقدس، يقولك لا تخف، دي جت 366 مرة في الكتاب المقدس، مش 365، 366 اعتبارا لأنه السنة ممكن تبقى سنة 366. فالرب لا يريد أن شعبه يحيا في خوف. الرب لا يريدك أن تحيا في خوف. الرب لا يريدك أن تحيا في خوف. لا يريدك الرب أن تحيا في خوف من الماضي. لا يريدك الرب أن تحيا في خوف مما يحدث في هذه الأيام. لا يريدك الرب أن تحيا في خوف من المستقبل اللي أنت مش شايفه. لا يريدك الرب أن تحيا في خوف. الرب يريد أن يكسر دوائر الخوف في هذه الأيام. فارفع إيدك عالي كده. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. في مرات بيبقى في خوف من الفشل، خايف اني ابدا في امر معين فافشل، خايف اني اتحرك الى الارض التي يريد الرب ان يعطيني اياها فافشل. فارفع ايدك عالي واتحد معي ضد الخوف من الفشل في اسم الرب يسوع. لا اخاف من الفشل، لا أخاف من الفشل، لا أخاف من المستقبل، لا أخاف من إنه من الامتحانات لو أنا داخل امتحانات، لا أخاف من انترفيوز، لا أخاف من أشخاص يمكن تقول كأنهم يعني بيراقبوا عليك أو بيشوفوا الكفاءة بتاعتك. أو لا تخف في اسم الرب يسوع، لا تخشى في اسم الرب يسوع، لا تخف. مرة تاني ارفع ايدك كده ونعلن معا قوة دم الرب يسوع لكسر قيود الخوف. والامور اللي بتغذي قيود الخوف، اي ارواح شريرة، اي امور نفسية بتغذي قيود الخوف، باسم الرب يسوع تأتي لنهاية في هذا الاجتماع، نهاية في هذا الاجتماع. يعني لو في أشخاص مرات الخوف ما يبقاش مجرد خوف كده من أرواح خوف بتحارب، لا، مرات الخوف يبقى ليه أسباب داخلية مرتبطة بأرواح شريرة أخرى أو بحصون في النفس. في هذا الاجتماع أؤمن أن الرب جاي يعمل تنقية من الخوف بأنواعه في اسم الرب يسوع. يعني في مرات بيبقى الخوف ليس فقط أرواح خوف هي اللي بتحارب، بس أرواح الخوف دي تشتغل مع مجموعات أخرى من الأرواح الشريرة. فمثلا ممكن أرواح الخوف تشتغل مع أرواح صغر النفس، فتخلي الشخص دائما خايف لأنه في حاجة جواه بتخبره دائما أنه قليل، أنه ضعيف، أنه لن يستطيع. والرب النهاردة عايز ينهي هذه التجمعات في اسم الرب يسوع، عايز ينهي نشاط هذه التجمعات. هاليلويا. مرة تاني كده ارفع ايدك واسمع حتى الجزء الاول ده من العظة، جزء صغير عن الحرية من الخوف. وانت في مغمض عينك لو تحب، او واضع نفسك بالكامل امام الرب لكي يلمسك لمسات حرية.
في اسم الرب يسوع. يعني ليس الهدف من الجزء الأول ده تعليمي بقدر ما الهدف منه لمسات الآن تصبح حرية من الخوف. الجزء الثاني من العظة تعليمي، الرب بيتعامل معنا بشكل مختلف، بس الجزء الأول ده أشعر كده الرب عايز يجي ينهي جذور خوف بداخلك في اسم الرب يسوع. في شخص في العهد القديم، يعني مش هفتح شواهد بس أشارك كده باللي جوايا، يعني شخص في العهد القديم وهو مفيبوشس، أعتقد معظمنا يعرف مفيبوشس. مفيبوشس ده كان ابن لشاول، ولما مات شاول المربية بتاعت مفيبوشس أخدته وجريت بيه علشان يعني تهرب من هذا الموقف، فوقع منها وصار أعرج من رجليه. ومفيبوشس طلع كبر عنده داخليا مركب خوف، عنده دائما احساس بانه خايف من الناس اللي حواليه، وده بيبان قوي بعد كده في مقابلته مع داود. يعني داود بيقال له في المقابله بتاعته ما تخافش لا تخف. ليه؟ لانه مفيبوشس كان خائفا. بس عايز اركز عليه في مفيبوشس، انه مفيبوشس ما كانش خائفا لانه بيتحارب بارواح خوف، ده نوع من الخوف ممكن يجي، وده يعني انجاز التعبير اخف نوع كده. يعني اذا شعرت كده في مرات انه انت بتتحارب بخوف بلا سبب، ده اخف نوع. يعني ايه؟ تستطيع ان ترفع يدك في لحظات وتأمر ارواح الخوف فتهرب من امامك. يعني ارواح الخوف دي عندما تاتي لتحارب وما فيش حاجه جواك، ما فيش حصون جواك، دي تنتهي في لحظات قليلة جدا. ترفع يدك وبقوة الدم الرب يعمل ايه؟ يخلي ارواح الخوف دي تخافك وتهرب من امامك وتتقلب الآية. يعني في مرات ارواح الخوف لما تيجي تحارب انت تشعر انه في حاجة جوه كده ما بقتش مظبوطة قوي عندك، في حاجة مخلياك مش حاسس بالامان او قلقان بس مش عارف ليه، تستطيع ان ترفع يدك في هذه اللحظات والمعركة تتقلب عكس الاتجاه اللي هي ماشية فيه. ده بيحصل في قد ايه؟ ده بيحصل في لحظات. ليه بيحصل في لحظات؟ لانه هذه ارواح شريره، ده يعني ايه؟ يعني ريح اتيه عليك، اذا نفخت باسم الرب يسوع هذه الريح تبدد، بس بقوه، بايمان، بايمان حقيقي. فده اقدر اسميه كده اخف الانواع. بس في انواع تاني بتبقى شغاله على حصون في النفس، يعني في حاجه في النفس دي بتكتذب ارواح الخوف وحصون. يعني ايه حصن؟ يعني حاجة في النفس مستخبية فيها الأرواح الشريرة، فيبقى في اختباء الأرواح الشريرة في النفس، فتأتي أرواح الخوف وتعمل تجمع مع الأرواح الشريرة اللي في النفس فتشعر بخوف ثقيل في مرات. هذا النوع أيضا يريد أن ينهيه الرب في هذا الاجتماع. هل تؤمن؟ ارفع ايدك عالي كده في اسم الرب يسوع. لا حصون صغر نفس. الحصن الاول اللي انا بتكلم عنه بسرعه، يعني ده جزء صغير جدا. ايه هو ده؟ حصن صغر النفس كان موجود عندنا في بوشس. ما في بوشس لانه هو صغير حصل معاه هذا الموقف الصعب ولقى نفسه بعد كده اعرج وسكن بقى في ارض بعيده عن داود طبعا، لانه كان بيحاول يهرب ما بقاش باين في الصوره في لودبار، وكان دائما يعني بالتأكيد ده اللي كان جواه لا يريد أن يقابل داود أبدا. ليه؟ لأنه متخيل أنه داود سيقضي عليه عندما يجده. ليه؟ لأنه طبعا لما كبر سأل فعرف أنه شاول أبوه كان يضطهد داود لسنين كثيرة، فالفكرة اللي ممكن كانت في ذهنه في هذا الوقت أنه داود لما هيقابله هيعمل إيه بقى؟ هيموته. لم تكن هذه فكرة حقيقية، هذا كان كذب. وما في بوشس عنده داخليا صغر نفس لانه شاعر انه هو ده القصه بتاعته مأساوية جدا، ده ابن الملك اللي رفض من الرب، ده عنده مشكله، ده فبداخله يوجد صغر نفس. عندما دعي مفيبوشس من داود لكي يكرمه لاجل يوناثان، عندما دعي مفيبوشس لم يدرك انه الرب مجهز له بركه. بص، صغر النفس بقى عندما تعمل أرواح الخوف على صغر النفس تخلي إيه؟ تخلي الشخص يبقى فيه بركة الرب مجهزها له، بس هو خايف ياخد خطوات معينة لأنه شاعر أنه صغير أو خايف من هذه الخطوات. أو ليه؟ لأنه حاسس أنا مش يعني ماليش قيمة. يعني ما في بوشس قال لداود كلمات صعبة جدا، قال له أنا مين عشان الملك يلتفت إلى كلب ميت مثلي، لو تعرف هذا النص.
فبص لغايه فين هو عنده داخليا احساس بانه صغير جدا، بانه سيء جدا، بانه مستحيل الملك يبقى بيدعوه علشان وليمه، علشان يرد له ميراثه، علشان يكرمه. لماذا؟ ليه خايف من الملك يا مفيبوشس؟ مع انه الملك قد دعاك لكي يعد لك مائده تقعد تاكل عليها طول حياتك. لماذا انت خائف من الملك؟ يقول لانه عندي صغر نفس. الخوف يعمل مع صغر النفس. ارفع ايدك عالي كده في اسم الرب يسوع، وكل خوف وكل صغر نفس متحدين مع بعض، نبددهم باسم الرب يسوع بوعي كده. ارفع ايدك كده عالي وقول باسم الرب يسوع. المرات اللي بخاف امد ايدي، تخيل انه ممكن شخص يخاف يمد ايده ياخد بركه لانه خايف. في اسم الرب يسوع حريه الان من تكاتفات ارواح الخوف مع صغر النفس. حرية يحررك الرب الآن. نعم يحررك الرب الآن. نعم في اسم الرب يسوع من تحالف القوى بتاعت الخوف مع صغر النفس. وأريد أن أشجع أشخاص في هذا المكان، الرب دعيك لكي تجلس على مائدة الملك، فلا تخاف أنك تاخد الخطوة اللي جاية، لأن الرب بيقولك أنا الملك أدعوك أفكك من كل خوف. عندما تجلس أمامي وجهك في وجهي، وجهك يضيء بنور وجهي، فترتعب الأرواح الشريرة في اسم الرب يسوع. فلا تخشى من الخطوات اللي جاية، لا تخشى من العام المقبل، لا تخشى من الأيام اللي جاية. ما تقولش أنا اللي ضمني أنه الرب مثلا مش هيتركني. طب ما أنا شفت مؤمنين أو شفت أشخاص بيتعرضوا لظروف صعبة جدا، اللي يضمني أن ده ما يحصلش معايا. مرة تاني ارفع إيدك واعلن إيمانك أن إله العهد لن يتركك في اسم الرب يسوع. لن يتركني إله العهد، يحفظني في الحكمة، يحفظني في الاتضاع، يحفظني في الالتصاق به، يحفظني في سماع صوته. نعم وأنتصر على أرواح الخوف وأرواح صغر النفس في اسم الرب يسوع. نوع آخر من الحصون ممكن يبقى حصن الكبرياء، وده شوف عكس صغر النفس، بس هو في الحقيقة في مرات الاثنين يشتغلوا مع بعض. الكبرياء أيضا يكتذب أرواح الخوف، لأن الشخص المتكبر يحيا في خوف داخلي من أنه الناس تعرف عنه أي حاجة مش كويسة، من أنه الناس ترى ضعفاته. أي شخص فينا عنده ضعفات، بس المتكبر دوت يبقى شاعر أنه أنا مش عايز الناس تشوف أي حاجة سلبية من حياتي، فيحيا في خوف. في نموذج كده تذكرته وهو شاول، عندما تأخر عليه صموئيل النبي فعمل ايه؟ هو بقى اللي قدم الذبيحه لانه خاف انه الشعب يتفرق من حوله. ده هنا ايه؟ ده هنا شاول خاف قال الا بقى لو ما حصلش، كانه عايز يقول كده، يعني لو ما حصلش حدث روحي مثلا ايه اللي هيحصل؟ الشعب هيتفرق من حواليا والاقي نفسي وحيد، مش هلاقي تدعيم من الشعب. ممكن اشخاص كده، في شخص خايف من الوحده، شخص خايف من انه مثلا الرب مثلا بيستخدمه بشكل معين، شخص خايف انه الرب يغير الشكل اللي هو بيستخدمه بيه، لالا الناس اللي بيخدمهم او اللي عندهم شعارين بالامان في هذه النوعيه من الاستخدام يتفرقوا عنه. ارفع ايدك مره تانية قول الرب حررني الان في اسم الرب يسوع من اي ارواح شريره بتخليني في مرات خائف ان انت تستخدمني بشكل مختلف. لإلا ده إيه؟ ده تعرف تقول عليه خوف إيه؟ ده أحد أنواع خوف الوجوه، أحد أنواع خوف الوجوه. يعني لو أنت بتخدم أشخاص وخايف في مرات أن أنت مثلا تقول كلام ما يعجبهمش، أو خايف في مرات أن أنت تقول مثلا تعليم ما يبقوش متوافقين معاه، أو خايف حتى في مرات أن أنت يخرج منك مثلا احتداد على امر خاطئ فيتراجعوا، او لو انت عندك هذا الخوف ده يندرج تحت خوف الوجوه. قول للرب حررني في هذه اللحظات من خوف الوجوه في اسم الرب يسوع. حررني من خوف الوجوه، ما بقاش بستحسن الكلمات لاني عارف انه الكلمات دي الناس هتستحسنها، لكن ابقى يا رب بستحسن الكلمات اللي انت تحطها جوايا في اسم الرب يسوع. الكبرياء أو أرواح الكبرياء، في مرات أرواح الخوف تعمل مع أرواح الكبرياء، والرب يريد أن ينقي حياتنا من كل كبرياء عامل خوف، من كل صغر نفس عامل خوف. كل كبرياء عامل خوف وكل صغر نفس
عن الخوف. أمر أخير أقوله لك في روح الصلاة، بالتأكيد إذا يوجد في حياتك خطايا في دائرة كسر الوصية، يعني شخص بيكسر وصايا واضحة في الكتاب، بالتأكيد ده بيفتح الباب لأرواح الخوف إنها دائما تملأ أعماقك بخوف بلا سبب. يعني في شخص في عارف إنه الكتاب بيقول كذا، بس يقول أصل الوصية دي مثلا مش وقتها دلوقتي في حياتي، فمش مش بيطيع الوصية ديت. هذا على طول على طول يخلي الشخص ينام يصحى شعر إنه عنده خوف داخلي. وتلاقي ده في الجزء الكتابي اللي بيتحدث فيه عن أشخاص كسرين الوصية، أشخاص لم يلتزموا بكلمات الرب لهم في العهد القديم في سفر التثنية، فيقول لك كده دول بيخافوا من صوت ورقة، صوت ورقة كده معدي. عارفين صوت الورقة ده ليه؟ ده لما تربط، لما تقرأ بداية الإصحاح تفهم إن هؤلاء الأشخاص مش عايشين في خضوع حقيقي لوصية الرب، فتأتي عليهم لعنات. هذه أحد اللعنات، إيه؟ إنه شخص دائما أي حاجة بتحصل خايف منها جدا. لا أتحدث بالتأكيد عن الحاجات، يعني الحاجات اللي البنات بتخاف منها مثلا أو كده، يعني عشان حدش يترجمني غلط يعني، لكن أقصد إنه شخص يعني 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 نايم دائما وفي كده حاجة مفتوحة عنده إنه أي حاجة تحصل خايف. شخص ماشي في الشارع، يعني أحد الأشخاص كان يعني بيحكي معايا منذ سنوات طويلة إنه جه في وقت من الأوقات مش عايز يسوق العربية بتاعته، مع إنه كان بيسوق بقاله كتير جدا. ليه؟ لأنه خايف وهو ماشي من الشارع، من وهو ماشي في الشارع من العربيات اللي حواليه ومن الناس، كان بيسوق بقاله سنين طويلة جدا في هذا الوقت. بس ده إيه اللي حصل؟ ده فتح الباب، ففي أرواح شريرة، أرواح خوف سيطرت عليه لدرجة إنه ما بقاش قادر يسوق العربية بتاعته في هذا الوقت. وانت قاعد كده ارفع ايدك مرة تاني وقول للرب: يا رب تعالى على اي خوف جوايا. ولو الخوف ده ليه جذور، يعني لو انا كسر وصايا فالخوف عارف، الشخص اللي كسر الوصية ده يعني ايه؟ يعني ده وضع نفسه تحت سلطان ابليس، وابليس دائما يحكم في مملكته بالخوف. الخوف احد ادوات ابليس في الحكم. الخوف ليس على الاطلاق أداة في ملكوت الرب، بالعكس تماما. الثقة، إعطاء الحرية، إنه الرب يديك حرية، وإنه الرب ده حتى في مرات يبقى فيه اختيارات والرب عايزك تختار اختيار معين، بس يتيح أمامك الاختيارات. ليه؟ لأنه ملكوت الرب ممتلئ بالأمان، ممتلئ بالطمأنينة. ولأنه اسمع هذه الجملة جيدا: الرب لا يخاف من أخطائك. يعني لما بتخطئ ده ما الرب لا يخاف. الرب عندما تخطئ يحزن الروح ويريد الرب انه يصحح الاخطاء بتاعتك، والرب يبتدي يتحرك معك على مستويات مختلفة عشان الخطأ يتصحح، لا يقف سلبي الرب، لكن الرب لا يخاف. يعني انت ممكن تبقى ام مثلا او تبقى اب وتبقى دائما خايف انه ابنك يغلط. ده في مرات هذا الاحساس يبقى محتاج حرية، حرية من الخوف. لو انت في مرات بتبقى دائما شاعر انه انا خايف انه ابني يغلط، او انا خايف انه بنتي مش عارف تعمل ايه فيحصل لها ايه، فتقول لي بس ده 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 الطبيعي، اقول لك نعم انا مش معترض على هذه الجمله، ده الطبيعي، هذا هو الطبيعي. بس الطبيعي دوت مش بيعرف يتمم مشيئه الرب، الطبيعي ده يحتاج انه يتغير. فاكون ام حريصه أمينة في تربية أبنائي، أكون أب حريص أمين في تربية أبنائي، لكن لا أكون أب أم خائف لكي لا ينتقل الخوف إلى أولادي. فمرة تاني كده ارفع إيدك في هذه اللحظات وأطلب من الرب، قول للرب: لا أريد يا رب أن أنا أعمل أي حاجة في حياتي من الخوف، لا أريد يا رب أني أنتقل من مكان السكن اللي أنا فيه مثلا أروح مكان تاني لأني خايف من حاجات معينة، لا أريد أني أوقف حاجات بعملها لأني خايف، لا أريد أني أكمل في حاجات لأني خايف أوقفها، لا أريد أني كأم أو كأب أبقى دائما خايف على أولادي وكل كلامي معاهم وكل تحركاتي تجاههم وكل طالع من الخوف.
يا رب أنا عايز أتحرر من هذا الخوف الآن في اسم الرب يسوع، ليعمل دم الرب يسوع بحرية من قيود الخوف الآن في اسم الرب يسوع. زق كده نفسي وانت بتسمعني، زق كده، زق في الروح، قول لن أخضع نعم باسم الرب يسوع لقيود الخوف. لن أخاف على والدي للدرجة اللي تخليني في مرات بعمل حاجات خارجة من الخوف وده يؤذيهم في اسم الرب يسوع. لن أخاف على أبنائي الخوف المرضي، الخوف اللي فيه بقول كلمات في مرات أبقى فقد السيطرة أو ليه أصلا أنا خايف عليهم. لن أخاف هذا الخوف في اسم الرب يسوع. حرية من كل خوف مرضي، حرية 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 في اسم الرب يسوع. ليلمس الرب يحرر الآن أي شخص دخل الاجتماع ده وفي أرواح خوف ملتصقة بأكتافه الآن في اسم الرب يسوع. حرية من أرواح الخوف، نعم هاليلويا، حرية من أرواح الخوف. الله لم يعطينا روح الخوف الذي للعبودية، هاليلويا. لم يعطيك الرب روح الخوف، أعطاك روح التبني الذي به تصرخ يا أبا الأب. فتقدر أنت مغمض عينك كده في اللحظات دي تقول يا أبا الأب، يا بابا. قول ده لأنه الكلمة دي بتملاك بالأمان. قول يا أبا الأب، يا بابا، إلهي معي، إلهي معي، إلهي معي، نعم هللويا. حرية باسم الرب يسوع، حرية من الخوف، حرية من الخوف الآن، حرية. ولو في مرات أشعر كده كأنه في أشخاص موجودين في مرات بطنك بتوجعك من الخوف، الآن حرية في اسم الرب يسوع. أي أرواح خوف ساكنة نأمرها الآن بالرحيل إلى خارج هذه القاعة باسم الرب يسوع، بالذهاب إلى أبعد نقطة في اسم الرب يسوع، نعم هاليلويا هاليلويا. يا رب حرية من الخوف من المستقبل أيضا. لو في شخص كده دائما بيعمل حاجات ليه خايف من المستقبل، خايف من المستقبل، هاليلويا، ارفع ايدك بإيمان لأن مستقبلك مضمون في الرب، مستقبلك مضمون في الرب. تقول لي طب ايه اللي يضمن لي ان مستقبلي مضمون في الرب؟ اقول لك ان الرب مات لأجلك وقام، هذا هو الضمان، الضمان انه اسلم نفسه لأجلي. تغنى الرسول بولس بهذه الكلمات، قال الذي احبني واسلم نفسه لأجلي، الذي اسلم نفسه لأجلي لن يتركني أسير في الشارع لوحدي، مش هيسيبك تمشي كده في الشارع لوحدك، هو معي ويرسل ملائكته للحماية في اسم الرب يسوع، يرسل ملائكته للحماية. هل تؤمن أن الرب يرسل ملائكته للحماية؟ هاليلويا هاليلويا. يلا نعطي للرب الكل وتنسكب حكمته فينا في اسم الرب يسوع، هاليلويا. سلمتك سلمتك سيدي نفسي يا لك تنازل
اسكب ماء على العطشان، سيولا على اليابسه،